بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 17 ماي 2017، سأريكم طريقة لكيفية تحضير محلول سكري لخلية نحل. أول شيء يجب إحضار قدر صغير كما ترون، قارورة ماء لتر ونصف، سكر موضوع يعني في العلبة، ملعقة و حبة أو حبة ونصف أو حبتين أو حبة واحدة لليمون. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الآن. أولا القدر كما ترون هو قدر صغير، نشعل الموقد، نشعل الموقد، ثم نضع القدر، نسكب الماء. تنبيه فقط، يجب وضع السكر بعد غليان الماء كما ترون. نضع الماء، ثم نتركه لبعض الوقت يغلي، نتركه حتى يغلي جيدا، ثم أرجع إليكم. الآن نعود مرة ثانية. الآن بعد غليان الماء نطفئ الموقد كما ترون، نطفئ الموقد ونبدأ بإضافة السكر شيء فشيء. السكر هنا عندي رطل مع لتر ونصف من الماء لأننا في فصل الصيف، ثم نضيف السكر ونبدأ بالتحريك، تحريك كي يذوب السكر، لكن هذا بعد إطفاء الموقد كي لا يحترق السكر وتذهب فعالية السكر. نضيف السكر، نضيف ثانية السكر جيدا، ثم نحرك جيدا كما ترون حتى يذوب. نحرك جيدا المحلول السكري كي يذوب جيدا. إذا أردت تضيف ملعقة زعتر أو الشيح، أو تضيف طرفة تكون مرحية جيدا، أو الزنجبيل، لكن يجب تنظيم يعني إضافة مثلا إضافة الزعتر تنظيم يعني 15 يوم، ثم تضيف 15 يوم الزعتر في المحلول السكري، ثم تغير في ال 15 يوم الأخرى إضافة الشيح. هكذا يكون تنظيم للمحلول السكري وتقديمه لخلية النحل كما ترون. أنا اليوم فضلت أن أضيف قارص كي لا يتخمر المحلول. هكذا أنا أضفت حبة قارص كي لا يتخمر فقط. وهناك من يستطيع أن يضيف خل التفاح، خل التفاح كذلك مغلاق أو مغلاق ونصف. أنا اليوم حضرت بالليمون. أعيد خلط الماء جيدا. وفي الصيف المحلول السكري يكون مخفف، ليس كما نفعل في الشتاء. في الصيف كيلو سكر مع لترين ماء، أما في الشتاء فكيلو سكر مع لتر واحد من الماء. هكذا، ثم نتركه لبعض الدقائق حتى يبرد، حتى يبرد، ونضع في، ثم إذا أردنا تقديم إما نختار نضعه في أكياس بلاستيكية أو في قارورة ونصبه في الغذاية.
ويعني يستحسن طريقة وضع المحلول السكري وتقديمه لخلية النحل في الأكياس للمحافظة على النظافة، وهي طريقة جيدة يعني فيها حتى المحلول السكري يكون في الكيس يكون محفوظ جيدا كما ترون. الآن المحلول تاعنا راه يعني حضر جيدا، نستطيع الآن أن نقدمه للنحل. ولا تنسوا الاشتراك في قناة أبي عالم النحل. شكرا لكم.